نذكركم مشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم مشاهدة مواجهة الترجي والزمالك حصريا عبر قنواتنا. هذه المباراة المقررة اليوم الجمعة ستبث على قنوات بي إن سبورتس اتش دي 1 و12 وأيضا 15 بداية من الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4 بتوقيت غرينتش. هذا وسيكون انطلاق استديو المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة.